بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
Whoa.
بل أنتم قوم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أمن يبدأ الخلق
أعبد
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا